اعتماد معين لسعر البرميل بالنسبة للنفط، وهو ما يمثل معظم الإيرادات الحكومية، ولكن الآن واقع جديد يفرض نفسه علينا، لابد أن نتخذ قرارات وفق الصلاحيات الدستورية المنوحة للحكومة. أقدمت السلطات الخليفية في إطار سياساتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البحرين، أقدمت على رفع الدعم عن المحروقات في خطوة أثارت سخطا شعبيا عاما نظرا لتداعياتها المتوقعة، وأبرزها ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبما يرهق كاهل المواطن البحريني الذي يعاني أساسا من تدهور في الأوضاع المعيشية. السلطات لم تلجأ إلى معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية، وأهمها فساد العائلة الحاكمة وتزايد النفقات الدفاعية والأمنية بهدف قمع الحراك الشعبي في البلاد، فضلا عن السياسات الاقتصادية الفاشلة وتفشي الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة، لكنها تركت المواطن يدفع ثمن ذلك عبر إجراءاتها التقشفية. ل 2019-2020 بنكون ندخل حالة عجز سنوية وليس فقط عجز اكتواري. لكن اللافت هذه المرة أن السلطات الحاكمة بررت قرارها الأخير بعذر هو أقبح من ذنب، عندما ادعت أنها استهدت بالرسول الأكرم في إصدار مثل هذا القرار المتعلق بالمحروقات، مدعية أن الرسول قال إن الله يحدد الأسعار، وكما ادعى وزير النفط الخليفي لتبرير هذا القرار. ربط الأسعار بأسعارها العالمية نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. إنها مهازل آخر الزمان عندما يتخذ الخليفيون من الدين الإسلامي الحنيف شماعة يعلقون عليها فسادهم وإجرامهم. في الحديث النبوي لما ارتفعت الأسعار بسبب ما شح في المنتوج كان، الصحابة طلبوا من الرسول سعر يا رسول الله، رد عليهم قال لهم الله المسعر.